السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله نبدأ نتكلم على الماوس والفارينكس والأسوفيجس وإيه الريفلكسز اللي ممكن تحصل عندنا زي الشوينج والسلايفيشن والسوالوينج. طبعا بالنسبة للماوس از ديجستيف فانكشن طبعا بتتم فيه عملية الديجستيشن وبتتم فيه الموتيليتي. بالنسبة للموتيليتي عندنا اللي هو الشوينج او الماستيكيشن، وده بيتم خطوة اولى فولود باي سوالوينج او ديجريتيشن. طيب عشان الماوس يؤدي الوظيفة دي فاحنا طبعا بيبقى عندنا كمان في وظائف اخرى ما بتتمش غير الوظائف الاخرى اللي هي ما بتتمش، ان هي نو فود اور فلويد ابزوربشن. يبقى اذا ما فيش ابزوربشن في الماوس بالنسبه للفود او الفلويدز، لكن في ابزوربشن لدراجز زي النيترو جليسرين، وده اللي احنا بيبقى مشهور جدا ان هو بيتاخد ايه سب لينجوال مثلا، وبيبقى من الكبسولز مثلا ممكن تتفتح في اللسان زي دواء من الادويه اللي هي الادالات اللي بينزل ضغط الدم، او الادويه اللي بتعمل فازودايليتيشن بالنسبه للاتاكس بتاعت الايه الانجينا او كده. الهدف الرئيسي من البيربس بتاعنا من الشوينج هو عمليه البريك داون اوف، يعني انا بكسر الفود فبالتالي will be easy to swallow. ميكسينج الفود مع السلايفا برضه ده بيبقى بيديني مرحله من السوالو والدايجيشن، يعني بتبتدي عمليه الدايجيشن. ليه؟ لان احنا برضه بنبتدي نتذوق فبتدي يحصل سكريشن للسلايفا وبعض الانزيمز داخل السلايفا اللي هي بتساعدني على ايه عمليه السوالو والدايجيشن. فعندنا السليفري سكريشن بيبتدي يحفز الجاستريك سكريشن والبنكرياتيك سكريشن والليفر سكريشن، دول كلهم كريفليكس كرد فعل من اول ما انا ابتدي اتذوق الاكل بنسب طبعا مش عاليه، يعني ما بينزلش كل السكريشنز بنسب عاليه، ولكن السلايفيشن هي اللي بتنزل بنسب عاليه، وده اللي هنشوفه دلوقتي في الكنترول. الشوينج هنا بيبتدي النقط المهمه جدا، ان احنا عندنا نقطتين مهمين حاطين عليهم كلمه important عشان نبقى فاكرين، start as voluntary act تمام، later mostly becomes involuntary rhythmic reflex. يعني أول ما بتحط الأكل في الفم على طول بيبتدي البريشر بتاع الأكل ده، وجود الأكل على طول أنت تبتدي تضغط عليه، أول ما ضغطت عليه هنا ده أنا كده ببتدي أكتيفيت السكريتال ماسل، وده فولنتري بتاع الجو والتشيكس والليبس والطن، كل ده ابتدى هنا يبقى إيه حاجات ريفلكس دي بتحصل. طيب الاوبننج والكلوجر بعد كده بيبقى عمليه بتبقى انفولنتري لو انا ابتديت افكر في حاجه تانية ابتديت، وده هنشوفه مع نفسنا احنا ساعه ما ما بتاخد قطعه من الاكل داخل الفم وممكن تبتدي تفكر في حاجه تلاقي نفسك بتمضغ من غير ما تاخد بالك، وزي مثلا مدغ اللبان نفسه مثلا اللي هو التشوينج جام، مدغ اللبان ده بيبقى ايه بيبقى من الحاجات اللي هي برضه انفولنتري. احنا عندنا في السليفري جلاند اللي احنا بنبقى عارفينه عندنا هنا طبعا ايه ده الاستراكشر اللي احنا بنبقى عايزين نبقى فاهمينه وعارفينه هينفعنا في عمليه البلع وعمليه الايه المضغ نفسها. عندنا دي طبعا النيزل باسج هنا بتاعنا، عندنا الماوس، عندنا السليفري جلاندز بالشكل اللي بيبقى واضح قدامنا، دول المجموعه الواضحه قدامنا اللي هي البروتيد والسب لينجوال، وفي السب مانديبلر بتبقى موجودة في الجزء ده. هنا برضو الجزء اللي هو عندي هنا بالنسبة للأسوفيكاس بيبقى عندنا الأبر أسوفيجيال سفنكتر اللي هو إيه فارينجيو أسوفيجيال سفنكتر، وبعدين التراكية، التراكية بتبقى في الأمام incomplete rings of trachea بتسمح بالمسافة اللي ورا إن الإيه الأسوفيكاس كان extend ويضغط على الجزء اللي هو الفايبرينيوس ده، جزء الفايبرس اللي هو بيبقى ورا في التراكية، اكيد خدتوها في الاناتومي او عارفينها في الاناتومي، وبعدين بيبتدي يكمل لغاية البايفوركيشن بتاعت التراكية اللي هو خلاص بتوصل بتمشي مع الرحلة بتاعت الاسوفيجس لغاية ما الاكل يدخل البروكسيمال بارت اوف ذا ستومك. طيب الميجور سليفري جلاندز الموجودين عندنا الايه الباروتيد جلاند اهي باروتيد جلاند، وعندنا طبعا ليها الدكت بتاعها ده الباروتيد دكت تمام، اذا هي اكسوكراين جلاند ليست اندوكراين جلاند،
وعندنا هنا الجزء اللي هو السب مانديبولر، وادي السب مانديبولر داكت، ادي الداكت بتاعها. وعندنا السب لينجوال، وادي الداكتيولز الصغيرين دول بتوع الايه داكتس بتاعت السب لينجوال جلاندز، وادي الفتحات بتاعتها اللي بتبقى موجوده تحت اللسان، يعني دي اللسان بتبقى المنطقه دي اللي هي فيها السب لينجوال بتاعتنا. تمام. بنيجي نشوف الديستريبيوشن. طبعا احنا عندنا ثلاث مجموعات او ثلاث حاجات رئيسيه من الجلاندز، وعندنا طبعا بعض الايه الخلايا اللي هي البك الميكوزا بتبقى فيها لارج نمبر من السمول جلاندز اللي هي برضو بتسكريت ميوكس، وده هنا الجمله بتاعتها ايه، البك الميكوزا كونتينز لارج نمبر اوف سمول جلاندز ويتش سكريت ميوكس. طب نيجي للباروتيد والسبمانديبولر والسبلينجوال. السبمانديبولر بتبقى فيها الكمية الأكبر، يبقى الوسط هي فيها الكمية الأكبر 70%، اللي على الطرف الأمامي 5%، على الطرف الخلفي اللي هي الباروتيد بتبقى فيها 25%. هنا ميلي سيرس يعني ووتري، هنا ميكسد بين الووتري والميوكويد، وهنا الميوكاس بتبقى الكمية الأكبر، وده اللي هي النسب بتاعتها تبقى فاكرينها. وممكن أنت من قبل ما تعرف الديستريبيوشن بتاع النيرفس سيستم تقدر تحدد مين بيروح على فين من سمباثيك وباراسمباثيك. أكيد اللي بيبقى سيرس بيبقى أكتر باراسمباثيك، اللي بيبقى ميكسد في جزء سمباثيك الميوكويد او الميوكس الاكتر بيبقى في الجزء اللي هو ايه السمباثيك. طيب السليفري جلاند بتبقى ايه اكسوكراين، وتفتح في الاو في الايه في الـ في الاورال كافيتي، لكن لو هي اندوكراين هتبقى في البلاد دايركت على طول. توتال فوليوم بتاع السليفري سكريشن بيبقى تقريبا من 1 ل 1 ونص لتر بير داي. عندنا جزء التايبس بتاعت السليفري سكريشن، سيرس ووتري سكريشن كونتيننج الفا اميليز للهضم بتاع الستارش، وعندنا الميوكس او الفيسكس سكريشن بيبقى الميوسين، هنا جلايكوبروتين اللي هو بيبقى عندنا طبعا بيبقى السكريشن بتاعتها بتعمل بروتكشن او بروتكتيف فانكشن، وكمان بتعمل لوبريكيشن. طيب نيجي تحت الريستنج اكتيفيشن، هيبقى عندنا تحت الريستنج اكتيفيشن هيبقى عندنا ايه، في حاجه لازم تبقى عارفينها، ان يبقى عندنا هايبوتونيك سيكريشن، يبقى الصوديوم كلورايد كونسنتريشن بيبقى ليس ذان البلازما، وبالتالي بنسميها هايبوتونيك سيكريشن. طب هي في الاول بتبقى ايه برايمري، اول فيز من السيكريشن بتبقى ايه ايزوتونيك مشابهه للبلازما بالظبط، ولكن بعد كده ليتر في الداكتس اللي ماشيه وهشوف الميكانيزم بتاعها بيبتدي يعمل سحب للصوديوم وافراز للبوتاسيوم والبيكربونات، وبالتالي بتبقى ايه بتتحول من انها من انها تبقى ايزوتونيك تبقى هايبوتونيك. ده بالنسبه للسلايف، وده المنظر اللي احنا بنشوفه، ده الشكل اللي هو العام بالنسبه لاني اكسوكراين جلاند. بالنسبه للاكسوكراين جلاند زي ما انتم شايفين كده الميكانيزم، يبقى عندنا تو ستيجز، الفيرست ستيج بتاعنا في الاسينار بارت اللي هو ده مع الاسيناي، ادي الاسينار سيلز، الاسينار سيلز او الاسينس هنا بيبتدي يفرز السكريشن بتاعته فيها الفا اميليز، وبعدين دي اللي بنسميها البرايمري سكريشن. البرايمري سكريشن بتمشي جوه الدكس وبتدي يحصل لها ايه تبقى سكند ستيج او السكندري ايه فورم بتاعها، بتبقى تحت التاثير بتاع الالديسترون، والالديسترون واحد من الهرمون اللي بيفرزه من السوبرارينال جلاند، وبيفرز عشان يشتغل ليت اون ذا داكت، وده حتى في الكيدنس برضه نفس الكلام، ما بيشتغلش على البروكسيمال كونفوليوتد تبيولز اللي هي قريبه من الجلوميرولس في الفلتريشن، لا بيشتغل على الديستال كونفوليوتد تبيولز اللي هي قبل مرحله التجميع بتاع اليورين في الكوندكتنج داكت، بيبتدي يعمل ايه؟ يعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم اكتفلي ان اكسشينج ويز بوتاسيوم وهيدروجين. تمام؟ reabsorption of chloride passively و secretion بتاعة ال HCO3 actively. يبقى انا هنا لما باجي في ال MCQ او في اي اسئله او في اي اسي كويشن وباجي اكتب الميكانيزمز اوف secretion، بيبقى عندي الصوديوم يبقى اكتف، البايكربونات اكتف، البوتاسيوم اكتف، الهيدروجين اكتف، كل دول اكتف secretion و reabsorption ما عدا الكلورايد اللي هو بيبقى باسيفلي. ليه؟ لانه فولوينج الايه؟ الصوديوم. تمام؟ السليفري سكريشن هنا بتبقى
عملية بسيطة جدا من الفلتريشن، عشان كده بتبقى ايزوتونيك، ولكن ما بتبقاش بالشبه بالظبط مع الكومبوزيشن بتاعت البلازما. السليفر سكريشن بتبقى اكتيف بروسيس لانها مش فلتريشن، تمام؟ ليه بيحصل بعد كده عملية ايه؟ إعادة امتصاص للايه الصوديوم. يبقى انا السليفري سكريشن از ان اكتيف بروسيس. هنا طبعا هنا لما نقول سيمبل بروسيس اوف فلتريشن هي ما بنقدرش نقول عليها كده 100%. ليه؟ لانها لو فلتريشن لازم تكون شبه البلازما بالظبط، هي بتبقى شبه البلازما بالظبط. بعد شويه بيجي الالتسترون بيبتدي يعمل ريابزوربشن للايه زي ما انتم شايفين كده، الاسهم الخارجه اهي خارج بره الدكت، يعني مش هتنزل في الاورال كافيتي، خارج بره الدكت، يبقى الكلورايد والصوديوم. وهنا السكريشن اوف سكندري اكتيف سكريشن او السكندري اكتيف بارت اوف سكريشن بيبقى عند البوتاسيوم والهيدروجين والبايكربونيت. سكندري اكتيف طبعا عارفين البرايمري اكتيف والسكندري اكتيف، في فرق بين البرايمري اكتيف والسكندري اكتيف، وده بيرجع فيه للمرحله او للجزء اللي انتوا خدتوا فيه عمليه الري ابزوربشن والعمليات اللي بتتم في البرايمري والسكندري اكتيف ترانسبورت. طيب نيجي هنا نبص تاني كده ايه اللي بيتم في خطوات بسرعه كده. ده بيبقى ايزوتونيك في السكريشن الاولانيه من الاسينر سيلز، وبعد كده بتبتدي تعمل ري ابزوربشن للصوديوم والكلورايد، بيتحول ايه وسكريشن للبوتاسيوم والبيكربونات والهيدروجين، فبتبقى بتتحول الى هايبوتونيك سكريشن، وده في السكندري سكريشن. يبقى احنا بس بنركز ان البرايمري غير الايه السكندري، البرايمري بتبقى ايزوتونيك، السكندري بتبقى ايه بتبقى هايبوتونيك. ولكن ده بنقول دايما في ايه في الوضع العادي في الريستنج بوزيشن، يعني او في الحاله الهاديه اللي هو الافراز الطبيعي. لكن لو حصل هنا عمليه افراز سريع للصلايبه طبعا مش هنلحق نعمل ريابزوربشن كافي للصوديوم، وبالتالي بتنزل بايه بتركيبه مختلفه، تبقى مشابهة للايزوتونيك ما تبقاش هايبوتونيك. طيب احنا برضو بنقول السليفري سكريشن بتبقى هنا البرايمري بتاعنا بيبقى زي الاكسترا سيلولار فلويد، تمام؟ البرايمري سكريشن بتبقى ايزوتونيك، وعملية الامتصاص بتبقى موديفايد، فاينل سكريشن سلايتلي اسيديك وهايبوتونيك. يبقى انا عندي هنا صفتين موجودين، ان انا بيبقى سلايتلي اسيديك وهايبوتونيك. لو انا قلت انها اسيديك وهايبوتونيك لا، لو انا قلت سلايتلي اسيديك وهايبرتونيك لا، قلت سلايتلي اسيديك وايزوتونيك لا، طالما في الايه في العملية العادية او الافراز العادي. طيب نيجي برضو نبص هنا على during الماكسيمال سلايفيشن التونستي بتبقى انكريز بيكوز ليس صوديوم كلورايد تو بي ابزوربد ذان during ريست، لكن السلايفا هنا بتبقى هايبوتونيك. ليه؟ لانها لو قارنتها بالبلازما من البدايه، ولكن بيبقى فيها نسبه الصوديوم بتبقى concentration بتاعه اعلى من انه during ريست، لكن لسه برضو اقل من الايه البلازما. هنا طبعا بتبقى فيها less concentration of potassium لان ما لحقتش اعمل افراز للبوتاسيوم، يبقى مين اللي هيقل؟ البوتاسيوم. الصوديوم مش هيزيد قوي، ما بس انا ما لحقتش اعمل له reabsorption وما لحقتش اعمل ايه secretion للبوتاسيوم، وبالتالي انا بيبقى still hypotonic، ولكن بيبقى ايه نسبة الصوديوم فيه higher than اللي هو الوضع during rest، لكن ما اقدرش اقول عليه ان هو بيتغير مثلا او يفضل ايزوتونيك او يبقى هايبرتونيك. لا، الحاله دي الصوديوم نسبته اكتر من الطبيعي في الحاله اللي هي حاله الريستنج، لو انا عملت افراز سريع في الماكسيمم سلايفيشن هيبتدي يحصل عندي التغير اللي احنا شايفينه. طيب نيجي الاكسس الدسترون، لو زاد الالدسترون سكريشن هيعمل ايه؟ هيزود طبعا الصوديوم والكلورايد ريابزوربشن، وبالتالي هيقلل الصوديوم كونسنتريشن في السلايفا، واللي هو تقريبا بيبقى اولموست تقريبا بيبقى زيرو. البوتاسيوم والبايكربونيت سكريشن هنا هتبتدي تزيد، انكريز البوتاسيوم والبايكربونيت سكريشن هنا في السلايفا عن النورمال ليفل، ده في حاله زياده الالدسترون سكريشن.
هنا لو انا عملت واحد عن قاعد يعني يفقد سلايفا بشكل عامل سلايفيشن بشكل مستمر بشكل كبير جدا عن الطبيعي، ويحصل ديبليشن نقص في البوتاسيوم في الجسم، ويعمل هايبوكاليميا ويعمل باراليسيس. تمام، يعني بيقلل الايه على عمليه الكونتراكشن بتاعه المصل ويحصل باراليسيس، وبالتالي ممكن اخش في فيتال ستيج. والبوتاسيوم من الحاجات اللي ما بنعرفش نعوضها بسهوله. طبعا دي معلومات لينا كلنا، ولكن ببقى عارف كده ان انا لو في كونتينيوس لوس اوف سلايفا مثلا، لو انا اقول ايه وات will be affected from the electrolyte during continuous loss of saliva، هيبقى عندنا loss لايه؟ للبوتاسيوم بكميه كبيره، وبالتالي يحصل hypokalemia او paralysis. طيب ايه اللي هيحصل لو انا عملت excess secretion of aldosterone؟ هيعمل لي ايه؟ increase الصوديوم والكلورايد reabsorption، وبالتالي يزود البوتاسيوم secretion في السلايفا، وبالتالي هنا يبتدي يحصل عندنا increase البيكربونات والبوتاسيوم في السلايفا. الطبيعي بتاعنا للسلايفا بتبقى في حاجه اورجانيك كونستيتيونت وان اورجانيك. الاورجانيك بتبقى الالفا اميليز، والبي اتش بتاعتنا بيبقى 7.1 اقرب للاسيديتي. احنا قلنا عشان اقول ان انا نيوترالايز او في النيوترال ستيت 7.35 الى 7.45، دي اللي هي ان انا اكون نيوترال، لا انا اسيدك ولا انا الكالين. طيب نزلت بقى عن 7.3 خلاص بقيت اسيدك. اول ما اول لو قلنا 7.34 فانا اسيدك خلاص. بنسميها بقى سلايتلي اسيدك كلام زي كده، لكن خلاص طالما قليت عن 35 7.35 قلنا ان الاسيديتي والالكالينيتي دي تتقاس بالطريقه ديت. ما استناش لغايه ما عشان اقول ايه ابقى 7.1 عشان ابقى اسيدك، لا 7.3 7.30 ها 30 انا اسيدك، 33 اسيدك خلاص لان رحت ناحيه الاسيدك. طيب هنا بيبتدي يعمل هيدرولايز الكوكد ستارش، يعني لو في هنا نشا مطبوخ تمام زي الرز مثلا مطبوخ، هنا بيبتدي الرو ستارش جرانيولز بتبقى سيلولوز كفرنج ما بتقدرش تخدمها، يبقى عايز هو ايه ستارش يكون كلير واضح يعني مش مطبوخ. المطبوخ ده بقى سهل جدا ان الاميليز ياثر عليه. طيب الاكشن بتاع السليفري اميليز بتبقى على الاستومك هنا لمده ساعه، لكن لما البي اتش يوصل لواحد او اتنين البي اتش بتبقى ايه ميديا مش سيوتابل لعمليه الديجيشن بتاعه الفات او الكربوهيدرات. طيب ده بالنسبه للجزء ده. طيب عندنا كمان ايه الووتر بتاعنا ب 99% 99.5% مش ايه نختلف، لكن طبعا لما نيجي نبص على الارقام لازم هلاقي انها ايه نوت ليس ذان 99%. الان اورجانيك كونستيتيوت بيبقى 0.2%، يبقى صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد. الكلورايد اكت از كو انزيم فور سليفري اميليز، ليه وجوده بيشتغل ك انزيم كو انزيم عامل مساعد للسليفري اميليز ان هو يشتغل. طيب الكالسيوم سولت زي الكالسيوم بايكربونات الفوسفيت تمام بيزود السليفري الكالينيتي باي لوس اوف ايه سي او 2 في الجزء ده في الانسوليوبل كالسيوم على التيس occurs and form with organic matter زي الايه كراست نون از تارتر تمام. if calcium salt are precipitated in the duct system salivary هنا ايه الكاليكولاي بيبتدي يتكون ويبتبقى زي عامله زي الايه الاوبستراكشن يعني. بوتاسيوم سايوسينيت هنا بيبقى من الميتابوليزم بتاع البروتين ايه بيبقى بكتيريسايدال اكشن. طبعا دي هنا بيبقى في جزء في الـ في السلايفا اللي هو الايه اللايزوزايمز بتشتغل على البكتيريا. يبقى انا عندي هنا من 1 ل 2 لتر بير داي، المتوسط بتاعنا 1.5 لتر، سلايتلي اسيدك 99% ميه 1% سوليد. الان اورجانيك سبستانس زي الالكترولايتس هنا عندي مور بوتاسيوم، يبقى انا عندي البوتاسيوم بيبقى زياده هو البايكربونيت ليس صوديوم وكالسيوم وكلورايد. الجمل دي يا جماعه كلها بتبقى سهل قوي ان احنا نلاقيها في اسئله الايه الام سي كيو. الاورجانيك سبستانسز زي البروتينز هنا الميوكس والانزيم
دول اللي هو الميوسين والانزيمز زي الاميليز واللايبيز واللايزوزيمز. قلنا اللايزوزيم بيشتغل از باكتيري سايدل، تمام. اللايبيز بيبتدي يشارك في هضم الفات، الاميليز بيشارك في هضم الايه الكربوهيدرات. يبقى اذا لما اجي ابص على السرايفا كفانكشن، الميوكاس بيبتدي يعمل فاسيليتيشن للسوالونج وايد للسبيتش، بروتكتيف فانكشن عن طريق اللايزوزيمز والجاما جلوبيولين اي جي اي ده بيبقى موجوده فيها، انتي بكتيريال وبريفنت دنتال كيرز اللي هي تسوس السنان، البايكربونات بيبتدي يعمل نيوتراليزيشن للاسيد. طيب لما انا بيبقى عندي الووتر سكريشن مع ميوكس قليل، بيبتدي يبقى هنا في فاسيليتيشن للسبيتش، ويقدر الواحد انه يتكلم بمنتهى السهوله. وزي ما قلنا كده مع الاستريس ما بنقدرش يبقى عندنا الكميه الكافيه لعمليه حركه اللسان بسهوله، وبالتالي بتلاقي يقول لك ايه لسانه لزق في سقف حلقه، ودي احنا قلناها قبل كده وبتبقى مشهوره جدا في الامتحانات الشفوي او في الانترفيوز، وتبقى سبيشالي في الواحد اللي هو بيبقى ستريسفول بيرسوناليتي بيبقى قلقان وكده، فتلاقي مش قادر يتكلم من كتر ايه نشفان ريقه اللي هو عنده اللي هو دراينس بتاع الماوس. هنا طبعا بيبقى لها بافرنج اكشن، بافرنج اكشن دي يعني بتشتغل زي الفلتر جوه الجسم، يعني في حاله الاسيدوز او الالكالوزز بتشتغل عليها بانها تعكس الوضع اللي هو الجسم مش عايزه، سواء كان الكالوزس ولا ايه اسيدوزس تبتدي تشتغل عليها. كونتنت بتاع البايكربونات والفوسفيت والميوسين بيعمل بروتكشن للبكال كافيتي من الاكسس اسيد او الالكالايز، بيبقى هنا سلايتلي اسيدك عشان ما تحصلش نمو البكتيريا، لكن ما تبقاش اسيدك عشان ما تدوبش الايه الاسنان. البافرنج هنا بيزود بيحافظ على البي اتش بتاعت الماوس نيوترال عشان يحافظ على الايه الاسنان انها ما تدوبش الكالسيوم اللي موجود فيها، وبالتالي تحافظ على التسوس بتاع الاسنان زي ما احنا شايفين، حافظ يعني ان هو ما يحصليش تسوس بتاع الاسنان، يحصلش بريسبتيشن للكالسيوم سولت الراوند تيس، فيعمل هنا في برضه في الالتهاب في الجمز بتاعتنا، بكتيريا برضه يعمل نمو في البكتيريا. فهنا بقى ايه عن طريق اللايزوزايمز بحافظ على الايه جزء النظافه او الهيجين بتاع الاسنان، يعني دايما نلاقيها كده في الاسئله تبقى ايه بروتكت الاسنان، حافظ دي بكتيري سايدال اكشن، بيحافظ على الهيجين بتاع السنان، ده بيبقى موجود على طول معانا. ديسولف الانامل والدنتاين ده لو اكسسيف اسيدز بقى يؤدي الى ايه ديسولفنج للانامل، ويعمل عندنا جزء مهم جدا من ان هو يبتدي يحصل اكسبوجر للاسنان ويتعرض للايه الدستراكشن. طب ايه كمان ممكن هنا يحصل عندنا؟ ممكن اللي يحصل عندنا في طبعا الجزء اللي هو بينظف الماوس، طالما ليه بكتيري سايدال افكت بينظف الماوس ضد اي بكتيريا موجوده عن طريق اللايزوزامز انتي بكتيريال، ما بيمنع عمليه البيوريفيكيشن، وبالتالي نلاقي دايما ايه الاحسن ان احنا طبعا ما نسيبش بقايا من الاكل في الفم. اللايزوزايمز هتشتغل كل حاجه، ولكن ما فيش داعي نستهلكها ونعمل عليها ستريس ايه كبير جدا. طبعا السلايفا برضو بتبقى فيها الاي جي اي اللي هو بيدستروي اي بكتيريا في الاورال كافيتي. طيب العمليه الكولينج، السلايفا تبقى هي بتديكريز السنسيشن اوف ثيرست، بتقلل احساسك ان انت عطشان، وبالتالي بتخليكش تشرب ميه زياده، بتعمل برضو بروتكشن اجينس الاريتيشن السبستانسز بتاعتنا، بيبقى هنا ان فيش اريتيشن تحصل نتيجه اكسسيف للكولد او الهوت فود، وبالتالي تحافظ على السنان من يحصل او تحافظ على الماوس ان ما يحصلش فيها ايه يعني ما تشرب حاجه سخنه هي تعمل على تبريدها. ساعد الدوجليتيشن، بيعمل مويسترنج للاكل اللي موجود، وبالتالي يحافظ يساعد على عمليه البلع. الدايجيشن زي ما احنا قلنا بيستارت الدايجيشن بتاع الستارش اللي هو الكوك دي ستارش بالذات بالسليفري اميليز، وبيبقى بعد كده يكتمل بعد ما يعدي للديودينم عن طريق البنكرياتيك اميليز. لكن الاكسكريشن بتاعنا هنا البروسيس بتاعتها بتبقى نوت افكتيف، عشان الايه الاكسكريشن بتاعتنا بيبقى عندنا اكسكريت الايودايد اليوريا الليتل جلوكوز، كل ده بنشوفه ممكن يبقى موجود عندنا في الصليب. طبعا وجود الصليبة بتساعد على الاحساس بطعم الاكل والاستطعام بتاعه،
عن طريق انها بتدوب الفليفرز بتاع الاكل، فبتحس بطعم الاكل. سواء طبعا عارفين اللسان في التيست بادز، بتحس بقى بالحاجات المسكره، الحاجات البيتر، الحاجات الساور اند سولتس، بتحس كل ده على التقسيمه اللي انتوا خدتوها في السبيشال سينس بالنسبه للسان. طيب بالنسبه للووتر بالانس، طبعا هنا بيبقى ليه رول في عشان الدراينس في البكا الميكوزا والفرنجيال ميكوزا على طول يخليك حاسس انك عايز تشرب، فتبتدي تشرب كميه من المايه اللي انت محتاج. طيب الهيت ريجيليشن، تنظيم درجه الحراره، وده طبعا واضح اكتر في الكلاب اكتر. الدوجز بيبقى دايما فاتحين لسانهم وبيعملوا بانتينج، بيلهث على طول، انت تحمل عليه يلهث وانت تتركه يلهث. طبعا هنا بيبقى الكلب ما عندوش سويت جلاندز، وبالتالي بيحتاج ان هو يحافظ على درجه الحراره بتاعته، فبيبقى عن طريق السلايفيشن او عن طريق الايفابوريشن من اللسان، لان احنا عارفين ان عندنا طرق اكتساب وفقد الحراره بيبقى عن طريق الاربع طرق اللي هم الراديشن والايفابوريشن والكوندكشن والجزء اللي هو بتاع الراديشن. يبقى عندنا الراديشن والكوندكشن والكونفكشن والجزء اللي هو بتاع الايفابوريشن. طيب احنا عندنا برضو هي بتبقى سولفنت بتدوب اي حاجه، وبالتالي بقدر اعمل ستيميليشن للتيست بادز. اكسكريشن، ايه اللي بيحصل في الاكسكريشن؟ فلورايد والكالسيوم فوسفيت. الدايجيشن، بتعمل دايجيشن عن طريق الاميليز، وبيعمل للايه ديجيشن للكربوهيدرات. اللايبيز بيعمل لينجوال لايبيز، بيعمل لك ستارت تراي جليسرايد ديجيشن. هنا عندنا الميوكس هيعمل لوبريكيشن. لو حصل بقى ان هو اللي هي بعض الامراض زي الدراينس في الماوس، اللي هي اسمها زيروستوميا، بيبقى ديكريز السالايفري سكريشن، بالتالي يقل الميوكس، يقل اللوبريكيشن، يحصل ديسفاجيا، هو عدم القدره على البلع. اللايزوزايم، ديكريز اللايزوزايمز، يزود البكتيريا الجروس، يبتدي يعمل باد بريث، احنا نلاقي الريحه بتاعته مش كويسه. يبقى هنا مع المرض ده الاعراض اللي بتبقى موجوده ديسفاجيا وباد بريتنج، السميل بتاعته بتبقاش حلوه، ديكريز البايكربونات، بالتالي يزيد الاسيديتي، يبتدي يعمل عندي تسوس في الاسنان. تمام. البيزل سليفري سكريشن بتاعنا بيبقى كونتينيوس سبونتينيوس سليفري سكريشن ان ابسنس اوف ابارنت ستيمولاي ديو تو بقى كونستانت لو ليفل ستيمولايشن باي ذا بارا سمباثيتك. يبقى انا دايما عندي في ليفل بيزل سليفري سكريشن موجوده، مش لازم يبقى شامم اكل وسامع اكل ولا شغال عن طريق الكونديشن والانكونديشن ريفلكس، لا، ممكن الاستيمولايشن البسيطه جدا من البارا سمباثيتك نيرف اللي شغاله طول الوقت وهي بلو ليفل تعمل دايما افراز للسلايفا، فكيب الماوس يبقى دايما يبقى ويت مش دراي. زي العين كده مثلا، احنا عندنا حركه الجفون بتعمل سويبنج للاي كل شويه، وبالتالي بتمسحه بالدموع اللي موجوده من عندنا، وبالتالي تحافظ على العين دايما تبقى ما تبقاش دراي. طيب احنا عندنا تو كرينيال نيرفز اللي احنا بيبقوا شغالين معانا في الجزء ده، عندنا الفيشيال نيرف وعندنا الجلوسوفرنجيال. الفيشيال نيرف اللي هو رقم 7، جلوسوفرنجيال اللي هو رقم 9، بيبقى ده من السوبيريور سليفري نيوكلس وده من الانفيريور سليفري نيوكلس. هنا الجمل اللي هي البسيطه اللي ورا بعض دي، طبعا ده اناتومي، ده بالنسبه للاناتومي الجزء اللي هو الباثواي اناتومي، ولكن انا عندي في الاخر عندي الاثنين بيعملوا وظيفه واحده، ولكن انا بعرف ان في الفيشال نيرف والجلوسوفرنجيال نيرف الاثنين بيوصلوا لهنا للسب ماكسيلري والسب مانديبولر سب لينجوال سب مانديبولر والسب لينجوال جلاندز، والاثنين بيوصلوا عندي والتاني بيروح للباروتيد اللي هو الجلوسوفرنجيال لانه موجود في اخر الجزء بتاع الفارينكس، وبتعمل الاثنين بيزودوا يعملوا فازو دايليتيشن، وبالتالي يزودوا السليفري سكريشن. عندنا برضو بيبقى الكنترول للسلايفا هي الحاجة الوحيدة اللي هي بتبقى only under neural control، يعني مفيش هرمونال كنترول. كل جسمنا فيه دايما كنترول under neural و under هرمونال، ولكن الوحيد اللي هو بيبقى
عندنا اندر افكت او اندر افكت بتاع النيورال كنترول فقط هو السليبري سكريشن. بتبقى عندنا في حاجه اسمها سيمبل ان كونديشننج ريفلكس وفي اكوايرد كونديشنند ريفلكس. يعني ايه هنا ان كونديشنند ريفلكس مش اكوايرد؟ ده مش اكوايرد، نوت اكوايرد، يعني مش مكتسب، يعني انا مولود بيه، ده انا مولود بيه اللي هو الان كونديشنند ريفلكس، مولود بيه. الاكل في بقك، فود ان ذا ماوس، على طول salivary secretion، لكن التاني acquired حسب ما انا اتعود. بس مع الاكل بيتجهز، بشم ريحه الاكل الحلوه، بشوف الاكل منظر الاكل بيعجبني، بقول لك العين بتشوف قبل ما تحس بالفم، تمام؟ العين بتاكل الاول ازاي؟ ان هي كده بتبص وتشوف الاكل حلو، يبتدي يحصل salivation، تمام؟ ده اللي هو اسمه conditioned reflex، شيء مرتبط بظرف، ظرف ان انا بشوف، بشم، بسمع، بتكلم، ممكن بتكلم عن الاكل نفسه، نفسه بحكي وانا بقعد اوصف لك اكله مثلا جميله، تلاقي ريقك يجري زي ما بيقولوا، تمام؟ ابتدي احضر الاكل قدامك، تسمع صوت تحضير الاكل، تشم ريحه تحضير الاكل، والعكس صحيح طبعا، لان ايه يعني ممكن ما تفقد الاحساس بالاكل على طول. لو انت ما عجبكش منظر الاكل او ريحته او كده مش هتفكر في الموضوع. هنا بيبقى في السليفري سنتر في المظله، وبيبتدي يشتغل عندي الكونديشن والان كونديشن ريفلكس بالترتيب اللي انتم شايفينه، ان دي اكوايرد ودي هنا انبورن اللي هي الان كونديشن ريفلكس. هنا بيبقى لازم السيريبرال كورتكس انتكت، هنا مش لازم محتاجه، لان ممكن يحصل ايه لوكال افكت. هنا طبعا ما في، هنا ما فيش محتاج لاكسبيرينس بعيده، اكل في بقك على طول سلايفيشن، مش محتاج ان انت تكون عندك خبره سابقه. هنا need previous experience طبعا، لو اكل حلو انت شايف وحاجه شكل المانجا، فعلى طول بيجي لك بتحس ان انت شامم ريحه المانجا، هتستطعم المانجا، تيجي تحط لك في بقك الحاجه اللي شبه شكل المانجا، ورحت حاطط لك عليها زيت صبار مثلا، هتلاقي مر وحاجه مش كويسه. يبقى انت بعد كده حتى لو جيت جبتها لك انت هتفكر 100 مره قبل ما تعمل. يبقى هنا في اكسبيرينس اتكونت. طيب اكل شفته بمنظر معين وبيعجبك شكله، اول ما هتشوفه هبتدي يحصل لك سلايفيشن. هنا الريسبتورز بتاعتنا، اللي احنا قلنا ايه، اي ريفلكس لازم يبقى ليه ستيمولاي ولازم يبقى له ريسبتور، وبعدين افرنت عن طريق السبيشال سينسز اللي حسب انا شفت ولا سمعت ولا اتكلمت ولا حسست بايدي على الاكل، كل ده عن طريق الايه السبيشال سينسز بتحصل، تروح للسيريبرال كورتكس هو ده السنتر، وبعدين ترجع لي تاني عن طريق الفيشيال او الجلوسوفرنجيال، اللي احنا زي ما اتفقنا الفيشيال بيروح للسبمانديبولار والسبلينجوال، والجلوسوفرنجيال اللي هو ورا في الحلق اقرب للود يروح للباروتيد، يبقى دول هيزودوا السكريشن بتاعتنا. يبقى هنا عمل رجع الافرنت عن طريق الفيشيال والجلوسوفرنجيال، ايه الافكت بتاعنا؟ سليفري سكريشن، بلاد سبلاي بيزيد، فازو دايليتيشن، increase السليفري سكريشن. هنا بقت الحاجه الثانيه اللي هي لوكال ستيميليشن كيميكال او ميكانيكال للفود، تيست ريسبتورز اللي موجوده تيست بادز ساعه ما الايه يبتدي برضه فيشيال وجلوسوفرانجيال سليفري نيوكليوي. هنا كان سيريبلر كورتكس وسليفري نيوكليوي، لان هنا دي اكواير محتاجه سليفري كورتكس لازم يبقى انتك. هنا الايه الفيشيال جلوسوفرانجيال نيرف سليفري سكريشن، وابتدي يحصل عندنا الجزء ده اللي احنا بنبقى بنتكلم عليه ان هو نيورال كنترول. يبقى انا عندي هنا اهو عادي الجزء اللي هو بتاع الماوس ابتدى هنا، سواء كانت الجلانز دي او دي او دي، الثلاث مجموعات من الجلانز بتوعنا، بيبتدي الجزء بتاعنا الريفلكس بتاعنا يروح هنا ليه عن طريق يروح للسنتر بتاع الكنترول بتاعنا، ويرجع عن طريق سواء كانت السوبيريور سليفري نيوكلياي او كده، سواء كان للفيشيال، تروح راجعه تاني ايه عن طريق الايه الجلوسوفرنجيال او الفيشيال نيرف، الاثنين يرجعوا يوصلوا للايه للنيرف بتاعهم ويعملوا عمليه السلايفيشن. يبقى انا عندي تاني كده نقول ان السليفري جلاند سبلاي بالاوتونوميك نيرفس سيستم، سليفري سكريشن كومبلمنتري فانكشن بروديوس ذا سيميلر افكت بتوين السمباثيك والباراسمباثيك. الباراسمباثيك بيبقى هنا مع الاستايل كولين والفازو دايليتيشن بيزود الايه الفلو البلاد فلو بتاعنا حوالي 10 مرات، الاكسجين كونسامشن بيبقى 3 مرات تقريبا، بيبتدي يروح على السيروس اسيناي يطلع الوتري ومن الباروتيد، لان احنا قلنا نسبه كبيره 25% من الباروتيد، والسب مانديبولر فيها 70% سيرس و يعني ميكسد،
و5% بس عن طريق الايه السب لينجوال بيبقى ميوكويد، وبالتالي هنا الميوكويد بيبقى اكتر عن طريق الايه السمباثيتك. هنلاقي هنا مفيش ستيميوليشن للسمباثيتك رايح على البروتيد، هنا راح للسب مانديبولر لانها قلنا 70% ميكسد و5% اللي هي السب لينجوال، والجلاندز اللي هي منتشره داخل البك الميكوزا بتفرز ايه السكريشن بتاعنا، بينزل بيبقى فيزيد سكريشن، وبالتالي بيبقى ريتش ان اورجانيك كونستيتيوانت. هنا بيبقى ووتري سكريشن، بيبقى لو كونتنت اوف اورجانيك كونستيتيوانت، وبيبقى عندي سم الكترولايتس بتبقى موجوده فيه، وده الفرق بين الاثنين. وبالتالي انا عندي هنا سيمبل سليفري ريفلكس. بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق السليفري سنتر اللي في المظله، بيجي له من المينتال في الجزء بتاعنا الميتال ان ماوس، فود بيبقى في الماوس، في تانج ديبريسور مثلا لو حطيت التانج ديبريسور اللي هو خافض اللسان عشان اعمل اكزامينيشن، على طول بيبتدي البريشر ريسبتورز والكيمو ريسبتورز بتبتدي تشتغل معايا وتشغل الاوتونوميك نيرفس سيستم، يزود السليفري سكريشن، يعمل السليفري سكريشن بتاعنا، وده احنا بنسميه سيمبل ريفلكس. ده السيمبل ريفلكس، يعني لو حطيت تانج ديبريسور اللي هو خافض اللسان في بق العيان مثلا بتاعك، ما تقعدش مطول وجوده فيه لان هيزود السلايفيشن، زي ما بتروح عند دكتور السنان ويبتدي يعمل لك حاجات في اسنانك، يعمل بالجهاز اللي هو مثلا بيعمل اسكيليشن، بيشيل الجير اللي بيبقى مترسب، بيعمل تنظيف، بيشيل الكاريز المتكونه، التسوس عشان يعمل حشو، لا دايما في سلايفيشن كتير، وبالتالي بيحط اللي هي الايه البامب اللي هي بتاع او الشفاط اللي بيشتغل على طول يسحب السلايفيشن اللي هي بتبقى موجوده. ده السيمبل ريفلكس. طيب احنا الاكوايرد كونديشن ريفلكس بتاعنا بيبقى عباره عن ايه؟ سيمبل ستيمولاي. هنا الاستيمولاي بتبقى من اوتسايد الماوس، ريكوايرز سريبرال كورتكس زي ما اتفقنا، بيبقى بريفيس اكسبيرينس زي ما قلنا في الجدول بالظبط، بيبتدي سميلينج سينج هيرينج ثينكينج، كل ده بيروح على السريبرال كورتكس، يروح على السليبر سنتر، يروح على الاوتونوميك نيرفس سيستم، يزود الاستيميليشن بتاعه الجلوسوفرانجيال والفيشل نيرف على سواء كان الباروتيد او السب لينجوال والسب مانديبولار بالترتيب، يزود السليفري سكريشن، وده هنا بيبقى كونديشن ريفلكس. ده كونديشن ريفلكس، الكونديشن ريفلكس ده السيمبل ريفلكس اوف كونديشن ريفلكس، تمام؟ وده طبعا شكل الجانجليون بتاعتنا بتاعت الاستيميليشن بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم. طيب عندنا بقى في حاجه ثانيه الباراسمباثيك ستيميليشن اللي هو البريدومينانت بتاعنا او الريجليتور بتاعنا، يروح يعمل ووتري ريتش انزيمز، وبيعمل كمان سمباثيك ستيميليشن كومبلمنتري تو باراسمباثيك، بيعمل سيك سلايفا والريتش ان ميوكاس، دول اللي هم بيبقوا عكس بعض في العمليه دي. اذا السلايفيشن بتبقى ريسبونس للريفلكس اوريجينيتنج من الاستومك والابر انتستين، اه طبعا في حاله لو حصل اريتيشن للجزء اللي هو البروكسيمال في الاستومك او في الانتستين، بيحصل عندنا انكريز في السكريشن اللي هي بتديني حاله الغثيان اللي هي ممكن تؤدي الى الفومتنج بعد كده اللي احنا هناخده في الدرس الجاي ان شاء الله. تمام، يبقى انا عندي هنا بالنسبه للاستيمولاي بنرجع نقولها تاني، ان انا عندي الاستيمولس بتاعنا بيبقى سواء اللي هو الكونديشن ريفلكس ده سواء كان اوديتوري او اولفاكتوري او مفيش فود في البكه الميكوزا، الريسبتورز بتاعتنا زي ما شفنا العين والانف والاذن، وبيبعتوا الافرنت يروح للبرين، يرجع عن الافرنت عن طريق النيرفز بتاعتنا يبتدي يعملوا الريسبونس بتاعنا، يعمل الجزء ده. طبعا ده بالنسبه لي الايه الجزء اللي هو بتاع السلايفيشن، ودلوقتي هنتنقل لمرحله تانية اللي هي بتاعت السوالونج، يبقى هنتكلم عن الفارينكس والاسوفيجاس، يبقى احنا اتكلمنا على الشوينج، اتكلمنا على السلايفيشن، يبقى فاضل لنا نتكلم على الاسوفيجاس في الايه الليكتشر اللي جاي على طول، ما تروحوش في حته تانية.